في حلقة جديدة من حلقات رزع أوروبا، في ظل بقى التوقف الدولي وفي ظل النيشنز ليج قاعدين فاضيين يا سري. قلت أعمل إيه؟ قلت أجي نرزع رزع بيور. فاكرين الجملة دي؟ الصايع يفتكرها. عملنا حلقة في أول الموسم، بداية موسم 19-20، عملنا حلقة اسمها 10 توقعات في عالم الكرة الأوروبية. ممكن تلاقي الحلقة فوق دلوقتي لو عايز ترجع تشوفها قبل الحلقة دي، لأن الحلقة دي هي رد فعل على التوقعات اللي انا عملتها. وهسمع رايكم في الكومنتات لو عايزين نعمل الحلقه دي تاني قبل موسم 2021 في الاسبوعين اللي جايين دول قبل ما الدوريات تبتدي، ونخش نشوف ايه بقى سر الحلقه دي. والاهم من ده كله ان احنا نشوف جبنا كام من 10 في العشر توقعات بتوعنا، ونعد واحده واحده ونبرر مواقفنا. ولو عجبتك فكره الحلقه اعمل لايك قبل ما تخش كده سريعا عشان تفتكر، اعمل سبسكرايب وخليك رزع معانا، فايتك كتير قوي. لو لسه مش موجود معانا، عايزين نبقى نص مليون قبل اخر السنه، بيكوا انتوا تابعونا على الفيسبوك وتابعونا على الانستجرام، لان دايما في مختلف عن القناه. ويلا نشوف ايه اللي بيحصل في الحلقه. حلقة جديدة من حلقات رزع أوروبا. يعني الواحد مكسوف يبتدي الفيديو، الواحد يعني محرج من نيكو شويتين ثلاثة، نفسه يبقى جايب توقعات كثيرة صح. لكن سيب لي رأيك قبل ما تشوف الحلقة، تفتكر موريتسيو جاب كام توقع صح من العشرة لو فاكر وصايع؟ لكن خلينا نبتدي الفيديو ونشوف الموريتسيو كان بيقول إيه من سنة في أوجست 19 أو شهر 8، يعني يوم 19-2019. اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة مميزة وجديدة من رزع اوروبا. ايه الشكل ده اول تعليق لينا؟ يعني الديكور اتغير، فهمناها. رزع اوروبا اللوجو اتغير، فهمناها. لكن ما هذا الشكل؟ مين ده يا جدعان؟ يعني مين ده فعلا؟ انا لما شفت الصدمة دي والقميص، حاجة كروات وحاجة شياكة، حاجة في منتهى الألاقة. كمل يا عم موريتسيو كمل. طب ما هو معمل حلقة بيور رزع. ايه ده انا بعيد نفس الكلام بقى، الكلام اللي قلته النهارده بعيده تاني. خلينا ما ندرغيش كتير ونخش على التوقع رقم 10 على طول ونشوف قلنا ايه. التوقع العاشر هو الهابطين في الدوري الانجليزي، بما ان ده الدوري المفضل بالنسبه لي. اتوقع الفرق الهابطه هم نيوكاسل، شيفيلد يونايتد، وساوثهامبتون. على بركه الله صفر. يعني الحمد لله انا قلت نيوكاسل قدمت اداء زي الفل وكانت في المنطقه المطمئنه، شيفيلد قدمت موسم تاريخي في تاريخ شيفيلد يونايتد، والمدرب كرموه والفريق داخل اليوروبا ليج وكان بينافس على مراكز الشامبيونز ليج في نص الموسم يعني. وقلت مين تاني؟ ساوثهامبتون. حقيقه ساوثهامبتون خسروا 8، مش انا قلت انهم تعبانين، خسروا 8. يعني ما كانش ذنبي بقى انهم فاقوا على اخر الموسم وفضلوا في المنطقه الهابطه هم كمان. طب ندخل على التاسع على طول، سيبك من دي كنا لسه بنسخن. هتلاقي بقى توقع ان باريس سان جيرمان هتفقد الدوري لصالح ليون. ليون في المركز السابع. انا بقول لك السنه دي اتفرج على فرق. انت مين عشان تقول لي باريس خسرت امبارح؟ لا الموضوع ملوش علاقه. انا شكل باريس وشكل ليون عماله تعمل صفقات في الدره كده، فرقه جباره، فرقه بتكسب 6-3. فانا اتوقع ان ليون هم ابطال الدوري الفرنسي. يعني توقعت ان ليون تعمل مفاجاه، ما حبكنش. فين المفاجاه يا عم سري؟ كان لازم ادقق قوي. يعني لو كنت قلت بس ان ليون هتعمل مفاجاه كان زماني عبقري، الانترنت مكسر الدنيا بعد وصول ليون للشامبيونز ليج. لو كنت اسكت بس شويه واكتمها، لكن لازم الفحلصه كتير. نخش على الثامن. ورينا قلنا ايه كده؟ 2-0، مفيش حاجه جت خالص. التوقع الثامن يبقى مع الفرق بقى وزق الناس الكبار من فوق الجبل، لما دورتموند تفوز بالدوري الالماني السنه دي على بايرن ميونخ، وده هو التوقع الثامن. الفريق انا معجب بيه من السنه اللي فاتت، الفريق عالج مشاكله السنه اللي فاتت، برغم ان هو السنه اللي فاتت بالمشاكل اللي كانت عنده كان هيكسب الدوري على بعد ماتشات قليله قوي، الدوري كان سخنان لحد شيء جميل. توقعنا فوز دورتموند بالدوري الالماني. يعني بايرن فازت بالثلاثيه، مش بس الدوري، الثلاثيه. كان وشنا حلو على كل جمهور البايرن، تفائلنا خير بدورتموند. يعني انا بعد كده توقعاتي هتروح للكبار.
خلاص خلاص عشان ما نقعدش نفت كتير. عارفين بايرن ميونخ بتاخد الدوري من ثالث اسبوع، كان لازم برضه نقعد نعمل مفاجآت. اتوقع السابع ممكن يزعل ناس كتير مننا، لكن احنا قلنا ان دي حلقه يا جماعه رزع في رزع، يعني انتوا برضه هتسيبوا لي رايكم تحت في الاخر. قلت اهو. لكن المركز السابع اتوقع اتلتيكو مدريد ابطال الدوري الاسباني السنه دي. مدريد كلها اتهدت يعني، عارف برضه لو انا قلت مدريد بس يعني كانت فرقت في اتلتيكو، يعني بقى الواحد كان متوقع يعني باللي بيحصل في ريال مدريد وزيدان اول موسم وبتاع وفالفيردي الكلب مشي وجابوا كيكي، يعني توقعات كلها باظت برضه. فكنا متفائلين بموسم اتلتيكو، لحقوا في الاخر دخلوا ثالث وبتاع، شيء عظيم. لكن نلغي الحلقه دي ولا ايه عمر زيد؟ زيدان اصلا مش بتاع دوريات وفالفيردي مش بتاع مهرجانات. متبرر بتقول ايه؟ فريق جبار، فريق جو فيليكس ده لوحده لا يعني عوض لك جريزمان مرتاح. فرقه عندها لعيبه دوليين من حتت كتير بتلعب كوره، سيميوني حافظهم وباقي معاهم وعامل جيل جيد جدا. اتوقع ان هو هيبقى بعيد عن الشامبيونز ليج لان اللعيبه لا تملك خبره الشامبيونز ليج قوي دلوقتي، لكن الدوري ممكن في السرسبه تلاقيهم ابطال في الاخر. خش على اللي بعده. المركز السادس ياتي الى هداف الدوري الانجليزي. ان 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 صلاح ولا ماني ولا اجويرو ولا اوباميانج ولا بوكي، لكن تذهب الى كوكي بقى، هاري كين. يعني بعد جدل كبير مع جو على التليفون، طب صلاح بيتك يا جو، لبستنا بتاعي يا عم جو. انا قلت له فاردي، كنت حاسس فاردي، قال لي لا كين. قلت له تصدق كين برضه هيبقى داخل سخنان وما كانهاش بقاله فتره. كوكي كلها وقعت، لكن ده توقع يعني ما يهمنيش، يعني ده التوقع السادس اي نعم، لكن مش مشكله. المهم ان هاري كين ما كسبش الهداف. انا ما بقى يعني شوف توقعي بوز ماشي، لكن توتنهام يعني تروح في داهيه احسن من ان انا اجيب توقع صح. نخش بقى في الخمسة اللي انا يعني سميتهم في الحلقة التوقعات الخمسة النارية، نشوف جبنا كام واحد من النارية دول. قول يا عم سر الله يكسفك. في المركز الخامس هنتوقع ترتيب الدوري الانجليزي البريمير ليج والدوري الاقوى. المركز الرابع نبتدي من تحت كده، عايز سسبنس سسبنس. المركز الرابع هيروح اخيرا الى تشيلسي. اها شفت يا عم زايد بقى، شوف كابتن موريتش يقول حبيبي بارت تاني مع ايفرتون والخساره من يونايتد. انا بقول ان الراجل ده لو مع الوقت صبرتوا عليه وما حطيتوش تحت ضغوطات، لامبارد هينفجر مع تشيلسي، وده توقع يعني رزعايا. المركز الرابع محفوظ للبلوز. عد يا ابني كده، واحد اهو من 10 توقع صح، وقلت برغم التعادل والخساره اللي كان تشيلسي فيها قلت ان لامبارد هيبقى عنده مشروع، وقلت ان هو اتوقع الفوز او الفوز ايه التاهل للتشامبيونز ليج عن طريق المركز الرابع. المركز التالت يذهب الى الجانرز. انا حر، انا حر يا اخي، برنامجي وانا حر بقى. لا يا جماعه والله العظيم انا شايف ان ارسنال عندها سكواد، عندها احسن من السنه اللي فاتت. الراجل كل مدى كل ما بيحسن من غلطاته، بقى عندنا دفاع، بقى عندنا خط وسط، هجوم ناري مكون من ثلاثي جبار. لا ارسنال السنه دي ان شاء الله، احنا السنه اللي فاتت كنا على بعد ماتش واحد من المركز الرابع والثالث كمان كنا ممكن نقرب منه، لكن حصل مسخره في الاخر. السنه دي مش هتحصل مسخره وفخر لندن المركز الثالث. اسكت 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 يا بعيد، فضحتونا هرما من المركز الثالث. توقع طلعنا الثامن، مش بعيد برضك يعني، دخلنا اليوروبا وخلاص يعني اي حاجه من لا تعليق لا تعليق، انا مش هعلق على الحاجات دي، وتوقعي هرد بيه في الحلقه اللي جايه بتاعت التوقعات. المركز الثاني يذهب، طبعا انتوا هتعرفوا بقى مين اللي كسب الدوري هنا وهنا، لكن المركز الثاني يذهب الى ليفربول. وده معناه ان سيتي طبعا خد، مش يونايتد اكيد، لا مؤاخذه عم احمد يا كمال مالكش نصيب معانا هنا في القرعه دي، بس هيكلمني بعد الحلقه على طول. هو هيكلمني فعلا بعد الحلقه دي على طول ويقول لي شفت التوقعات بتاعتك، شفت ان انت كنت متوقع يونايتد مره التوب فور واحنا دخلنا ثالث، وكنت متوقع ليفربول المركز الثاني وسيتي البطل، حتى دي خيشت فيها، خيشت في الثلاثه كلهم، لكن انا هحسبها نقطه بصراحه. انا جبت تشيلسي لكن هي كانت نقطه على بعضها، ده النقط المركز الخامس كله، لكن انا هاخد منها واحده وخلاص بقى. هو كده عايزين تحسبوها بلطجه احسبوها بلطجه، انا خدت نقطه بتاعه تشيلسي. عدي خش على المركز الرابع، كفايه فاتي بقى، كفايه فاتي وكسب. نخش بقى على التوقع الرابع، بيقول ايه؟ اقاله مدربين. تقول لي يعني ايه سري؟ اقول لك يعني اتوقع لك كم مدرب هيقالوا السنه دي. عندك بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده
عندك توماس توخيل بتاع باريس سان جيرمان هيخسر. خلاص يعني ده اخره، ولو ما كسبش الدوري حتى ومش هيعرف يكسب الشامبيونز ليج، فهو برده ده مش هيبقى طموحات باريس سان جيرمان. عندك كوفاتش بتاع بايرن هيخسر برده، هيقول لك لا خلاص كده يا عم كوفاتش، شكرا ليك جدا، دعمنا لك الفريق ولسه بتخيش، ودورتموند شغال الله اكبر، هيخسروا اهو. نص القصه حصلت، مسكت لي انت ليه بقى؟ انا ما قلتش ان فليك جاي ولا شفت الفرقه مع فليك. كوفاتش قلت لك الراجل تعبان ودورتموند تكسب الدوري وبايرن هتمشي، حصل كده، جابوا فليك كسب الثلاثيه. مشكلتي انا ولا مشكله كوفاتش بقى؟ ما تبصليش عم سولشاير هيخسر. يعني دي حسيس يا اخي، انت هتدخل في حسيسي. واقول لك على حاجه كمان، هيحصل بعد التدخلات دي بقى والاقالات دي لعب، يعني هتلاقي مثلا ان توخيل هو اللي راح بايرن، وسولشاير ممكن تلاقيه راح مثلا ديربي كاونتي. ديربي كاونتي راح تشامبيونز ليج يا موريتسيو. طيب يعني توقعت سولشاير يخست عم مخيش، وتوقعت برضه توخيل يخست عم مخيش، هو اللي جت معانا كوفاتش، وانا ايضا هاخد نقطه من النقطه بتاعتي، يبقى كده جبت 2 من 10. تعالوا نشوف باقي بقى من الثلاث توقعات جبنا كام واحده منهم صح. المركز بقى الثالث معانا رزيعه، ياتي تباعا للمركز الرابع، وهو عوده ال سبيشال 1 جوزيه مورينيو. مورينيو راجع السنه دي، هيكون بيدرب فرقه، واسمعها مني. قلت لك اسمعها مني، مورينيو راجع يدرب فرقه. سيبك من الجزء اللي بعده، ملناش دعوه بيه خالص، هناخد الجزء الحلو ده. قلنا مورينيو راجع، وقلنا راجع للكره الاجنبيه، وقلنا يعني صعب عليا لما قال اي ميس فوتبول وقعد يعيط وبتاع، بقى اني بكرهه، لكن توقعت له العوده لفرقه كبيره. اخر توقعين انا فاكرهم كويس، لو انت مش فاكرهم افرجك عليهم. الفائز باليوروبا والفائز بالشامبيونز ليج. ابتدي باليوروبا موريتسيو، سمعنا كان املك في ايه؟ طبعا انت عرفت انت عرفت وبتقول لي بقى ماشي. طب انا هتوقع ارسنال هم الفايزين باليوروبا، زفت. احنا اقوى فرقه في اليوروبا، وكنا فاينل السنه اللي فاتت وتشيلسي الحمد لله. اسكت اسكت، اولمبياكوس هتمشي قبل ده، هينزل لنا بقى برشلونه السنه دي. بس انا اتوقع ان امري السنه دي بجد ان شاء الله يحصد واحد في المراكز الاربعه في الدوري ويكسب اليوروبا ليج. احنا نتحاسب في الاخر، حاسبناه ومشيناه. ما في حد فينا بيسالني بقى، عشان انا ايه لما بسمع وبشوف شكلي كل اول موسم وطموحاتي العاليه جدا، الواحد بيتضايق من جوه بيتكسف. يعني انا عاده ما بحاسبش نفسي في الفتره دي، لكن اضطريت اعمل حلقه، فشكلي بجد شكلي مكسوف من نفسي قوي. ندخل على التوقع الاخير، وهو توقع الفائز بالشامبيونز ليج. يعني المركز الاول بقى والمفاجاه بقى، يعني جاهزين جاهزين تسمعوها؟ سمعوها. الفائز بالشامبيونز ليج السنه دي هيبقى زيدان وريال مدريد. اضحك اضحك يا فاشل يا اللي جايب 3 من 10. عودة بقى زيدان، عشان يعني بجد ممكن يعني يحط صورته على فعليا يطبعوها تاتو كده على الشام. انا قلت لكم الحلقه دي كانت رزعه صافي في اولها، فانت برضو لازم تفهم ان انا لما بكلمك يا محسن ببقى بكلمك بجد. انا ما قلتلكش الحلقه دي ما بتكلم، كنا بنهزر تماما. وتوقعات الحمد لله جبنا 3 من 10، دي كانت كل التوقعات اللي قلناها. ضحكنا شويه مع بعضينا، شفنا كنا بنرزع بنقول ايه في اول الموسم. هنعمل لكم حلقه ثانيه، لو قلتوا لي في الكومنتات لو عجبتكم الحلقه دي اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، وسيبوا لي توقعاتكم يا جماعه بتاعتكم الموسم الجاي، جبتوا كام واحد صح من التوقعات بتاعتكم في الموسم اللي فات؟ اعملوا لايك وسبسكرايب لو الحلقه حلوه. خلونا نوصل 500,000 رزيع قبل نهايه الموسم، وكفايه رزع قوي لحد كده. ما تقوليش بقى توقع ثاني خلاص، ما تقوليش توقع عشان منظرنا بيبقى وحش، وانت معايا في الدايره خلي بالك. يعني في الاخر انت 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 معانا في الدايره دي. هم هيجيبوا لي بقى يقولوا لي توقع، اعمل رد فعل على توقع بقى دوري الابطال اللي انت عملته. عموما في حلقه ثانيه لو عجبتكم قوي يعني الحلقه دي، نبقى برضه نعمل رد فعل على حلقه الشامبيونز ليج. اقعد بص لي كده وانا مكسوف كده بالثلاثه اللي انا جايبها دي.